أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك فتقبله منا، وما كان حظ نفوسنا فتوله عنا واجعله لك يا ذا الجلال والإكرام. يا إخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. لازلنا في البدايات الأولى لسورة البقرة، وسورة البقرة هي السورة أول سورة نزلت في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معروف إنه الهجرة كان لها أسباب، وكان من الأسباب المباشرة لهذه الهجرة هي التضييق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة في مكة، وبالتالي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن بيئة أخرى تستقبل هذه الدعوة بشيء من القبول ومن الترحاب، فكانت الهجرة إن شاء الله أن تكون الهجرة للمدينة. يعني الطبيعة السكانية للمدينة في ذلك الوقت كانت عبارة عن قبيلتين كبيرتين، هما قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، اللي كانت أكبر القبائل من حيث العدد والتأثير الاقتصادي، لكن كانت القوى الاقتصادية مستنزفة من القبيلتين بسبب وجود طرف ثالث يعمل دائما على صناعة الفتنة، يعمل دائما على بيع السلاح لكل الأطراف، يعمل دائما على يعني حتى صناعة الجنس. فالطبيعة السكانية للمدينة كانت عبارة عن الأوس والخزرج، ثم بعض القبائل، قبيلة بني قريظة، بني النضير، بني قينقاع، وكان فيه على أطراف المدينة في بعيد خالص بعض اليعاقبة والنجرانيين، بس ما كانش لهم أثر يعني، إنما كان الأثر الكبير كان للقبيلتين، والقبائل الثلاثة الأخرى التي كانت تعيش في المدينة وكان لها تأثير اقتصادي لأنها كانت تملك زمام القوى الاقتصادية في المدينة، وأيضا كانت يعني القبائل الثلاثة الأخرى كانت قبائل لها أصول دينية ولها ثقافة وتتعامل مع أهل المدينة بنوع من الاستعلاء ونوع من الدلال الثقافي ونوع من العلو ونوع من الترفع، وكانوا يقصرون ثقافتهم على أنفسهم ويقصرون دينهم على أنفسهم، ومن ثم فكانوا يعني لا يقاومون وثنية، لا يقاومون فسادا، لا يقاومون أي شيء، إنما هم يعني مكتفين بما لديهم، ينظرون إلى الآخرين بترفع شديد، يتعاملون مع الآخرين على أنهم وسائل استثمار ووسائل دخل. فدي كانت الطبيعة العامة لسكان المدينة المنورة. أما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المدينة المنورة، حصل نوع، طبعا كان فيه بيسبق هجرة النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، كان بيسبقها هجرة سيدنا مصعب بن عمير، يعني ده كان أول سفير من قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل المدينة. والحقيقة سيدنا مصعب بن عمير عمل شغل كبير جدا
في المدينة المنورة، بحيث أهل أصحابها لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام. وبمجيء النبي عليه الصلاة والسلام كانت المدينة يعني في أشد الشوق إليه، لدرجة أنه طبعا استقبلوه بالنشيد المتعارف عليه بين كل المسلمين: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. يقال أن النشيد ده يعني ملوش أصل، إنما يقال أيضا أن له أصل، إن ده كان فعلا كلام أهل المدينة، أو أن الشاعر الذي أنشد هذا النشيد عبر عن مشاعر أهل المدينة بهذه الكلمات، فيبقى يعني الكلام برضو مقبول يعني. المهم أنه طلع البدر، القمر لا يسمى بدرا إلا إذا اكتمل، وكأن الدعوة ثمرت، الدعوة نضجت بذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هو بالطبع النبي عليه الصلاة والسلام كان قمر في الجاهلية والإسلام، كان قمر، وربنا حتى سماه في القرآن كده: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فجمع له الوصفين، والوصفين دول لم يجتمعا في شخص على مدار التاريخ إلا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجمع له وصف الشمس ووصف القمر، والوصفين دول في الحقيقة لهم دلالة: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج هي الشمس، والمنير هو القمر. أنت تخيل كده وجود الأرض بلا شمس ولا قمر، تخيل كده وجود الأرض بلا شمس ولا قمر، لا تصلح الحياة على الأرض بغير الشمس والقمر، وكذلك لا تصلح حياة الناس بغير رسول الله. فكانت الإشارة وجمع الوصفين في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام دلالة أولية على أن حياة الناس لم تصلح إلا بهذا الإنسان رسالة ورسولا، حياة الناس لن تصلح على الإطلاق إلا بهذا الإنسان. فبما أن حياة الناس على الأرض لا المادية لا تصلح بغير الشمس والقمر، فكذلك حياة الناس المعنوية لا تصلح بغير الرسول الله. ولذلك جمع الله له الوصفين، والوصفين دول لم يجتمع أبدا في شخص إلا في رسول الله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فجمع الله له الوصفين، وصف الشمس ووصف القمر، دلالة على أنه حياة الناس إذا ما كانتش هتصلح على الأرض بغير الشمس والقمر، فكذلك حياتهم بغير رسول الله لا تصلح أبدا. دي كانت يعني تقدر تقول الإشارة الأولى، دي كانت الإشارة الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، بمجرد وصول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة نزلت سورة الإيه؟ سورة البقرة، وبالتالي فهي أول السور نزولا في المدينة المنورة، وهي أطول السور على الإطلاق في القرآن الكريم كله، وإحنا أشرنا إلى أنه يعني هي 286 آية، وقلنا عدد كلماتها 6221، وعدد كلماتها 25500، عدد حروفها 25500 حرف. طيب سورة البقرة قبل ما ندخل كده في التفاصيل الدقيقة ليها، تقدر تقول كده انها لها محور بتدور حواليه. المحور ده له بعدين اتنين: بعد يتصل بالمجتمع الإسلامي، وبعد يتصل بالناس اللي ساكنين في المدينة. البعد المتصل بالمجتمع الإسلامي هو بعد البناء والتنمية وتحرير العقل العربي من الخرافات التي لعقت به، وتحرير القلب العربي من الوثنيات التي سكنته فترة طويلة، وبناء المجتمع الإسلامي بصياغة
يتعلم منها هذا المجتمع كيف يبني نفسه على مدار العصور، كيف يواجه التيارات المتعددة والمختلفة التي يمكن أن يتعرض لها، وهي تيارات عاتية وأحياناً تصل إلى رياح الخمسين تريد أن تجتث جذور المجتمع الإسلامي كله. كيف يستطيع المجتمع الإسلامي على مر العصور أن يواجه مثل هذه الرياح العاصفة، وهي رياح ربما مختلفة في طبيعتها لكنها متحدة في أهدافها. هي مختلفة في طبيعتها، قد تأتي من هنا مرة، ومختلفة ربما في مصادرها لكنها متحدة في أهدافها. قد تأتي من اليمين مرة، قد تأتي من اليسار مرة، قد تأتي من الشرق مرة، قد تأتي من الغرب مرة. كيف يستطيع المجتمع الإسلامي أن يستبقي أصوله وثوابته وقيمه العظيمة وسط هذه الرياح العاصفة التي ترد إليه أحيانا من هنا وأحيانا من هناك، أحيانا في صورة غزو ثقافي، أحيانا في صورة سيطرة اقتصادية، أحيانا في صورة يعني هجمات عسكرية وحربية تريد أن تقتلع هذا المجتمع من أصوله ومن جذوره. إزاي يتعامل مع اختلاف الزمان واختلاف المكان؟ إزاي يضع القرآن الكريم قواعد ثابتة للتعامل مع الأزمات المتعددة والمختلفة، لأنها في الأصل متحدة في الهدف لكنها مختلفة في الوسائل ومختلفة في المصادر، إنما بيعلم المسلمين كيف يتعاملون معها. تستطيع أن تقول إن سورة البقرة المحور الأول فيها هو هذا المحور. المحور الثاني، هؤلاء الذين يسكنون المدينة مع القبائل العربية، في ثلاث قبائل قلنا: بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. هؤلاء الذين يسكنون مع أهل المدينة ويترفعون عنهم ويتعالون عليهم، هؤلاء لهم دين، كان يفترض أن ينشئوا دعوة، كان يفترض أن ينشروا رسالة، كان يفترض باعتبار أنهم أصحاب دين من أديان التوحيد، كان يفترض أنهم على الأقل يحاربوا الوثنية، لكنهم لم يفعلوا. هذا واحد. اثنين، هم لم يكتفوا بأنهم لم يفعلوا، لم يكتفوا بالاستعلاء على أهل البلد الأصليين، وإنما أيضا أضافوا إلى ذلك أنهم استقبلوا النبي الجديد أسوأ استقبال، استقبلوا الدعوة رسالة ورسولا بالرفض والتشكيك ويعني وإثارة العوائق والتحالف أحيانا مع كفار قريش، مع مشركي قريش ومع مشركي العرب في الجزيرة العربية من مختلف المواقع في الجزيرة العربية. فكان ده المحور الثاني، بيكشف هذه العلاقة، بيكشف طبيعة هؤلاء الناس، يكشف صلتهم التي يدعونها بنبي الله إبراهيم، ويكشف صلتهم بالكتب السابقة، ويكشف عنتهم، ويكشف أيضا غرورهم واستعلاءهم حتى على الحق، مدام بيصدر من جهة ليست من يعني لا تنتمي إليهم فهو مرفوض وإن كان حق. ده المحور، تستطيع أن تقول إن ده المحور الثاني. يعني كان في محورين اثنين بتدور حواليهم سورة البقرة كلها، 286 آية بيدوروا حوالين هذا الموضوع. في ثنايا هذا الموضوع طبعا هتتعرض لقضايا الأسرة، للطلاق، لعلاقة الآباء بالأبناء، لقصة الخلق الأولى سيدنا آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وإزاي انقسم العالم إلى معسكرين من بدء الخليقة، انقسم إلى معسكرين، معسكر مع الحق يسمع لصوت السماء ويطبق الوحي، ومعسكر آخر يرفض، يبقى مع إبليس يرفض الحق ويبقى ياخد جنب إبليس. وللمعسكرين امتداد على مدار الزمان والمكان، المعسكر الأولاني له امتداد على مدار الزمان والمكان، المعسكر الثاني أيضا له امتداد على مدار الزمان والمكان، وكان يعني الواقع في المدينة هو امتداد لهذا المعسكر الآخر الذي انحاز للشيطان في مقابل
صوت الوحي وفي مقابل الإله. دول المحورين اللي يعني الأساسيين اللي كان بتدور حواليهم قصة إيه؟ قصة السورة أو يعني مسار السورة العام. أيضا تستطيع أنه في ثنايا هذا الموضوع هيتكلم بقى عن سيدنا إبراهيم وعن أسباب رفض الحق، هل هي لنقص في الحجة؟ هل هي لنقص في الدليل؟ هل هي لنقص في البرهان؟ أبدا. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض. يبقى إذن رفض الحق ليس لنقص في الدليل ولا لنقص في الحجة ولا لنقص في البرهان ولا لقبح في الحق. الحق جميل، الحق يملك الدليل، يملك المنطق، يملك البرهان، لكن هناك من يرفض الحق لمجرد أنه حق. هو أخذ موقف في البداية، انحاز إلى الشيطان وفريقه، وبالتالي الصورة بقى بتضع الأسس التي يتعامل بها المسلم وسط كل هذا يعني الزخم الثقافي والزخم النفسي والزخم يعني التزاحم والاحتكاكات التي تحدث بين المسلمين في المدينة وفي غير المدينة، لأنه دولة الإسلام لم تقف عند حدود المدينة وإنما انتشرت وبدأ الإسلام يذهب إلى يعني إلى يمنة ويسرى ويفتح الأفاق ويذهب إلى الدنيا كلها. الصورة بدأت بأنه في ناس في المدينة بيعتبرون أنفسهم أهل كتاب ويستعلوا يعني بيترفعوا على غيرهم وبينظروا للآخرين نظرة انتقاص. فجاء القرآن الكريم ليقول لهم هذا هو الكتاب الذي لا شك فيه. ماذا يعني ذلك بمفهوم المخالفة؟ أن الكتب الأخرى مشكوك فيها. القرآن لم ينطق، لم يقل هذا، قال فيما بعد يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يعني وضح فيما بعد، لكن من البداية ادى إشارة أن هذا هو الكتاب اللي مفيش غيره، ذلك الكتاب. وإحنا قلنا اسم الإشارة ده بيقتضي إيه؟ ذا واللام والإيه؟ والكاف. ذا اسم الإشارة، واللام لمين؟ ذا لك، ها؟ للبعد، لعلو المنزلة، لمصدر هذا الكتاب. إنه كتاب يعني جاي من مصدر فيه له شرف عظيم، ذلك. والكاف دي كاف لمين؟ كاف المخاطب. يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب بها المسلمون في كل بقاع الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ذلك الكتاب. عندما يقال ذلك الكتاب هو لا يعني أنه فيش كتب غيره، لا، في كتب، بس بقى ده الكتاب بقى الحقيقي، زي ما تقول مثلا ده هو ده بقى العالم، يا سلام، هو ده بقى الدكتور. الله، هو مفيش دكاترة تانيين؟ لا، فيه، بس ده بقى الايه؟ الخلاصة، ده بقى العظيم، ده اللي جمع الخصائص كلها. فلما يقول ذلك الكتاب يبقى هو يعني أن هذا هو الكتاب الذي لم يتطاول إليه تحريف ولا تخريف. ما تطاول يعني لم يصل إليه لا تحريف ولا تخريف من أبدا، فوق مستوى الشبهات. ذلك الكتاب لا ريب، يعني لا شك. طب وما عدا كتب مشكوك ايه؟ مشكوك ليس في نسبتها الى الله وانما في محتواها. الشك مش في نسبتها الى الله وانما في مضمونها ومحتواها. اما ذلك الكتاب فلا شك في نسبته الى الله ولا شك في محتواه. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى هنا بتكلم عن إيه؟ عن المحتوى. محتوى هذا الكتاب من البداية كده اعرف إنه خده ثقة. خده ثقة. طب أخده ثقة ليه؟
ليه أخذ ثقة؟ ما الذي يجعلني أستقبل هذا الكتاب بهذا الكم من التصديق؟ ليه؟ ألغي عقلي ليه؟ مش ده وارد؟ ألغي عقلي ليه؟ طب ما أبحث فيه؟ ابحث فيه يا عم. وحد قالك ما تبحث فيه؟ ابحث فيه. تدبر زي ما أنت عاوز، تأمل زي ما أنت عاوز، فكر زي ما أنت عاوز، استعين بمن تريد، استعين بمن تشاء، اطلب خبرة أي خبير. لن تجد خطأ واحدا، لن تجد حرفا واحدا في غير مكانه، لن تجد كلمة واحدة في غير مكانها، لن تجد آية واحدة فيها خلل أبدا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وبجانب شهادة الله وشهادة الملائكة يشهد الكون على صدق هذا الكتاب، وتشهد النفس على صدق هذا الكتاب، وسيرى الإنسان في نفسه وسيرى في الآفاق شواهد الحق من خلال هذا الكتاب. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ صلينا على رسول الله. فإيه كده من البداية يقول لي ذلك الكتاب لا ريب، بعدين يقول لي فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين وفيه ايه تاني؟ وفيه في حاجات اخرى لغير المتقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، طب والظالمين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. إذا فيه ده وفيه ده، إيه اللي بخلي فيه كده وفيه كده؟ قابلياتك أنت، قابلياتك أنت. إيه يعني؟ يعني أنت بتنظر له إزاي؟ أنت بتستقبله إزاي؟ بتستقبله استقبال الأستاذ؟ استقبال المفكر؟ استقبال الأديب؟ استقبال الراجل اللي عقله بيوزن الوجود كله ومفيش حاجة أبدا تعدى عليه وأنا أستطيع أن أنا أطلع أخطاء؟ ولا بتستقبله استقبال المريد للشيخ؟ استقبال التلميذ للأستاذ؟ استقبال طالب العلم الذي يريد أن يعني يفكر ويتأمل ويبحث ويتساءل تواضعا ولا يتعدى حدوده؟ انت بتستقبله ازاي؟ ولذلك طبيعة استقبالك لهذا الكتاب هي التي ستحدد ان كنت هتستفيد منه ولا مش هتستفيد منه، مش كده؟ في نص تاني بيقول افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. طيب هو بيقول لي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب ويبقى فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إيه بقى حكاية الغيب دي؟ الغيب هو كل ما إيه؟ كل ما لا يخضع لا للحواس ولا للعقل، كل ما غاب عنك ولا يخضع للحواس ولا يخضع للإيه؟ للعقل. طيب يؤمنون بالغيب، احنا مطلوب مننا ان احنا نؤمن بالغيب؟ يعني نؤمن بكل ما لا يخضع للحواس وكل ما لا يخضع للعقل؟ لا مش بإطلاق، ده لازم يبقى مصدر الغيب ده مصدر منزه عن الكذب، لا يتطرق إليه الشك ولا حتى الاحتمال بالكذب، وإلا هيدخل في الإيمان إيه؟ كلام المنجمين، كلام العرافين،
كلام الكهان هيدخل، لان دول ممن يدعون علم الغيب، ويجوا يقول لك انا اشوف لك الطالع واشوف لك البتاع وافتح لك الكوتشينه واشوف لك الفنجان، ده هيدخل في الموضوع ويقول لك ده هيحصل كذا وقدامك كذا وقدامك كذا، حاجات لا تخضع للغيب، لا تخضع للحواس، وفي نفس الوقت لا تخضع للعقل. هل نؤمن بها؟ لا. يبقى الايمان بالغيب هنا شرطه ان يكون مصدر هذا الايمان بالغيب مصدر لا يصل اليه شك، ولا يصل اليه، لا يصل اليه حتى الكذب ولو بالاحتمال، ولو بالاحتمال. ده الشرط الاساسي، ان يكون الايمان بالغيب مصدره مصدر ثقه مطلقه. طيب يبقى احنا يعني احنا عندنا في ايمان بالغيب، طب وفي ايمان بعالم الشهادة؟ طبعا طبعا إيمان بعالم الشهادة. هو أنت بتؤمن بالطب ولا ما بتؤمنش؟ بتؤمن بالطب، مظبوط؟ بتؤمن بالطب، وإيمانك بهذا الطب بيخليك تستفيد من الدواء، تستفيد من خبرة الدكتور، مش كده ولا إيه؟ طيب أدي حاجة. الحاجة التانية، أنت بتؤمن بالمحسوسات اللي بتقع تحت حسك ولا لأ؟ طبعا، ده أغلب إيمان الناس، أغلبهم. ده حتى في بعض الناس بيقول لك أنا لا أؤمن إلا بما يقع تحت الإيه؟ تحت الحس. بس نقول له حسب، في حاجات كتيرة قوي لا تقع تحت الحس. أنت عاقل؟ فين عقلك؟ لا يقع تحت الحس. فين روحك؟ أنت حي وفيك روح؟ روحك لا تقع تحت الحس. بتؤمن بها ولا ما بتؤمنش بها؟ ده هي سر وجودك، ده حركتك كلها قائمة عليها. فما ينفعش ان انت تاخد الموقف كده موقف حدي انه رفض لكل ما لا يقع تحت الحواس. طيب انا بقى كمسلم، سورة البقرة بتديني منهج من الرسالة، بتديني منهج من الرسول. طب انا يعني ايماني في عندي حقول مختلفة، عندي حق ماديات، عندي حق نظريات، حاجات نظرية مش مادية، عندي حق لغيبيات، عندي ثلاث حقول مهمين جدا. كيف أتعامل معه؟ حق الماديات هو كل هذه الدنيا وما يتصل بها، الموجودات كلها بتدخل في حق الماديات. الإيمان بها بيعتمد على إيه؟ هذا الحق ما هو يعني على أي أساس بعتمد الدليل على صدق الشيء أو رده؟ قبوله أو رده. الإيمان به أو رفض الإيمان به بيعتمد على إيه؟ في مجال الحسيات، اللي هي الماديات يعني المحسوسة، التجربة والحواس هي مصدر الإيه؟ مصدر الحكم بصدق الشيء أو بكذبه في الماديات. يبقى عندي الحق الأولاني، عندي ثلاث حقول اهو، الحقول المعرفية، الحقل الأول ده اسمه حقل الإيه؟ الماديات. مصدر المعرفة في الماديات دي ايه؟ عندنا حاجتين، مصدر المعرفة ومصدر الدليل. مصدر المعرفة في الماديات هي الخبرة والتعلم، مش كده؟ الخبرة والتعلم. ومصدر الحكم فيها، مصدر الدليل فيها الحواس والعقل. ده مصدر ايه؟ الدليل على القبول او الرفض، على الصدق او الكذب، صدق القضيه او كذب. كويس. الماديات المحسوسه اللي هي تقع تحت الحس، يعني تتشم، تتشاف، تتسمع، نزقها بالايه، مش كده؟ تتلمس. كويس. او تضرب بايه؟ بالعقل. ان كانت مما يقع تحت الحواس الخمسه بتسمى الماديات الايه؟ المحسوسه.
تسمى الماديات الايه؟ المحسوسة. إن كانت مما يقع تحت الحواس الخمسة، تشوفها ببصرك أو بالميكروسكوب، كويس؟ تلمسها بإيدك أو تلمسها بآلة، تسمعها بأذنك أو تسمعها بمجال سمعي أوسع، تراها بعينك أو تراها بمجال إيه؟ بصري أوسع. دي كلها اسمها الماديات الإيه؟ المحسوسة. الماديات المحسوسة دي الحواس. طيب في ماديات أخرى ما هيش محسوسة، حاجات أخرى مش محسوسة، لا تقع تحت الحواس، ما أقدرش أشوفها، ما أقدرش، يبقى دي اسمها إيه؟ ها؟ دي بقى الحاجات اللي بتقع تحت الإيه؟ إن إحنا عندنا حاجتين أهي، الحواس والإيه؟ والعقل، مظبوط؟ الحاجات العقلية زي ايه؟ الحاجات العقلية اللي هي حاجات نظرية، حاجات ايه؟ نظرية. زي ايه؟ زي علم المنطق، زي علم الفلسفة، زي العلوم الإنسانية كلها، علم النفس وعلم الفلسفة وعلم المنطق وعلم التاريخ وعلم استشراف المستقبل والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية، دي كلها حاجات ايه؟ حاجات عقلية ما بتقعش تحت الحواس، مظبوط؟ يعني العقل بيعمل لها هياكل كده، هياكل معرفية وتبقى موجودة عندك. طيب ايه بقى دليلك في الايه؟ في الايه؟ العقليات دي؟ البرهان النظري. سمعتونا الصلاة على رسول الله يا جماعة؟ البرهان النظري في العقليات. طيب الحقل الثالث بقى، الحقل الثالث ده الغيبيات. الغيبيات دي ما بتجيش تحت مش محسوبة في الاثنين دول خالص. لا تقع تحت الحواس ولا تقع تحت الايه؟ تحت العقل. امال دي مصدرها ايه؟ مصدر المعرفه فيها ايه؟ انتوا فاكرين لما احنا قسمنا العلوم الى ثلاث اقسام، علم ارضي وعلم علوي وعلم ايه؟ اعلى. العلم الارضي هو العلم المتصل بالارض وما فيها وكده، العلم العلوي هو المتصل بالسماوات والاجرام وكذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ ما شفناهوش لكن يعني نظريا. طب والعلم الاعلى ده الوحي، سميه سيدنا الشيخ ابن عبد البر بيسميه العلم الاعلى، اللي هو الايه؟ مصدر المعرفه في العلم الارضي والعلم العلوي حاجتين، الحواس والعقل، مظبوط؟ والحواس الدليل فيها، الدليل فيها التجربه والعقل في النظريات، مظبوط؟ طيب الجزء ده بقى، ده اللي ربنا طالبه بشدة، وعدم الإيمان به يخل بأركان الإيمان كلها. وبالمناسبة كل أركان الإسلام موجودة في سورة البقرة، هتلاقي كل أركان الإسلام موجودة في سورة البقرة، فكأنه الإسلام اكتمل. يعني سورة بتعبر عن إيه؟ عن حالة الإسلام العامة المكتملة. صحيح استمرت المسألة 10 سنين، بس دي كانت القواعد الأساسية، اللي بعد كده كان تفصيل، كان ديتيلز، بيذكروا القرآن الكريم للمسلمين عشان ما يقدرش يديهم الكم المعلومات ده كله مرة واحدة، لأنك أنت مش مستحيل تطبق منهج كلية الطب لطالب عنده في سنة أولى ابتدائي، مستحيل، مستحيل يستوعب. فلازم يبقى فيه ميران، ويبقى فيه كده مراحل معينة تقسم فيها هذا الكم الضخم من المعلومات على سنوات، بحيث العقل يتدرب، وكل ما يتدرب قدرته تتسع، السعة بتاعته تزداد، الحجم بتاعه يكبر، الميموري بتاعه تتسع تلقائي، كل ما يتعرف على معلومة بتتسع مداركه،
وطبعا من ضمن الشريعة ومن ضمن الدعوة من مكونات الدعوة الأساسية أول كلمة في كتاب الدعوة كانت إيه؟ اقرأ، مش كده؟ كانت اقرأ، كأنه اقرأ دي جزء من الدعوة، اقرأ دي جزء من إيه؟ من الدعوة. واقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ففي إشارة إلى القراءة وإلى الكتابة وإلى القلم. الله، يبقى جزء من دعوتك القراءة، جزء من الدعوة، الكتابة والتوثيق جزء من الدعوة، القلم المبدع الذي يصور الأشياء ويوضح الحقائق ويجلي المفاهيم ده جزء من الدعوة، مظبوط؟ فكل ما كل المور بتاعك اللي بيستقبل دلوقتي 1 جيجا بايت، لا، بعد 5 سنين هيقدر يتسع ل 100 جيجا بايت. ها؟ هيتسع. فهو مدربك على هذا الموضوع، وبيقول للعربي البسيط انه الحضاره والدنيا ما هياش القطعه بتاعتك، حته الرمل والصحراء والخيمه بتاعتك والابل والناقه. وهتلاقي الكلام ده حتى في الصور المكيه، يعني من البدايه كده في الصور المكيه بياخدوا ينطقوا يكلموا عن الابل وعن الناقه ومش عارف ايه، لكن كمان يكلموا عن السماء وكلموا عن الجبال. افلا ينظرون الى الايه؟ الابل كيف خلقت؟ بيجيب له دليل من الواقع المحسوس، الواقع المشاهد. الابل دي حاجه، الابل دي زي السياره بتاعته. احنا دلوقتي بنعرف انواع السيارات، التويوتا والهوندا والمرسيدس والجاكوار وما اعرفش ايه وبتاعه، اشكال والوان مختلفه جدا، وفي ناس خبراء بيعرفين مزايا كل سياره من دول. طب هو كمان كان خبير بالابل، هو مش بس ما بيلفتوش بقى الى الخبره في الابل بس، ده بقول له طب هي اتعملت ازاي؟ هي اتصنعت ازاي؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ وبعدين والى السماء كيف رفعت؟ والى الجبال كيف نصبت؟ والى الارض كيف سطحت؟ شوف، فلينظر الانسان الى طعامه، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم. والابا دي اللي هي طعام الحيوانات، الابا دي يعني الحشائش والحاجات اللي بياكلوها البهائم، البرسيمو، متاعا لكم ولانعامكم. شوف الانفتاح الثقافي من اول لحظه. فانت عندك هنا الغيبيات دي، ده مجال لا يقع تحت ادراك الحواس، لا يقع تحت ادراك العقل، ده مجال اكبر من العقل. طب يعني مصدر المعرفه فيه ايه؟ اوعى تكون الكهان، اوعى تقول لي المنجمين، اوعى تقول لي الجماعه اللي، اوعى تقول حاجه من دول خالص، لا الكهان ولا المنجمين ولا الجماعه لا، اوعى تقول لي دول، ده مصدر المعرفه فيه لازم يبقى مصدر موثق تماما لا يتطرق اليه الكذب ولو بالاحتمال. والايمان به ركن من اركان الاسلام، ركن اساسي من اركان الدين، يؤمنون بالغيب. طيب الدليل بقى في الايمان بالغيب، احنا قلنا هسلم عقلي كده، يعني هل العقل دور هنا؟ له دور. دوره هنا البحث والحكم، ودوره هنا البحث والحكم. طب ودوره هنا التلقي والبحث، ايضا يتلقى ويبحث ويتامل ويفكر كويس ويسال تعبدا ولا يتجاوز حدودا. اوعى تقول لي دوره الحكم، لا مش دور الحكم هنا، دوره مش الحكم، دوره التلقي. وهي دي المشكله،
اللي عند العلمانيين. العلمانيين عايز يعمل ايه؟ عايز يحكم العقل في ده وده وده. تمام يا عم، ده فوق ادراكك، ده فوق ادراك الحواس بتاعتك. يقول لك برضو لا، الله يا اخينا مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع. وانت ما خدتش عمرك نظريه هندسه واحده انك تبقى عميد لكليه هندسه. مش هيعمل، مش هينفع وانت ما تعرفش الدوي يعني فرخه عندك جالها انفلونزا انك تبقى يعني استاذ في كليه الطب. ما ينفعش، ما عندكش الادوات، ما درستش، ما تقدرش تطيق، ما تقدرش تحتمل. لا هو عايز برضو عايز يحكم، عايز ايه؟ يقول لك انا رجل يعني ارفض قداسه النص، ارفض قداسه النص، اؤمن بالعقل وارفض قداسه النص، وارفض ان يكفرني احد. يعني انت ده انت طليقها على البحر بقى. يعني انت يعني انت فاتح على البحر على الاخر، وفي الاخر بيحتس شوربه ميه، اخيرا ده بيغرق في شربه ميه، يعني ما بيجيبش حاجه من عنده، بيلف يلف 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 ودور، وبعدين ياخد القدر المحترم وما بيبقاش عارف يعني ما بيبقاش عارف يبص يمين ولا شمال. فالايمان بالغيب هنا يا ترى هو تغييب للعقل؟ لا، ده استعمال صحي جدا للعقل، استعمال صحي قوي، انت بتستعمله في موضوعه تماما. طب اؤمن بالغيب كده مطلق؟ لا، امال ايه؟ قال لك يا اخي فيه عندك دليل. الدليل ايه؟ قال لك انت مش هنا، عندك في الماديات المحسوسه اللي حكم فيها الحواس والعقل. طيب وفي العقليات البرهان النظر. طيب وفي الغيبيات بقى في الغيبيات ايه؟ خد بالك، خد بالك من النقطه دي، صدق الروايه. وسلامة التوثيق. صدق الرواية اللي هي المادة اللي هي الغيبيات، ما هي دي غيبيات أنا لا أدركها بعقلي ولا تقع تحت عقلي ولا تحت الحواس، كيف أحكم فيها؟ أشوف الرواية اللي جت بيها صادقة ولا مش صادقة؟ عملية التوثيق اللي وصلت بيها المعلومة إلينا صحيح ولا غير صحيح؟ يبقى أنا عندي إيه؟ صدق الرواية وسلامة الإيه؟ التوثيق. وده حقيقة منهج يتفرد به الإسلام دون غيره من كل المناهج والأيديولوجيات على أرض الله، واعتقد الى قيام الساعه. انه منهج بيجعل لكل حقل من حقول المعرفه مصدر ودليل. مصدر الحقل ده ايه؟ والدليل عليه ايه؟ احكم بصدقه او كذبه، بقبوله او رده ازاي؟ ده منهج متفرد مش موجود غير عندي، عند سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وعند أتباع سيدنا محمد بن عبد الله بس. فأنا عندي إيه؟ صدق الرواية وسلامة الإيه؟ التوثيق. ده فيما يتصل بالغيبيات. الذين يؤمنون بالغيب، والغيب ده إحنا يعني قسمناه إلى غيب إيه؟ غيب مطلق وغيب مقيد، مش كده؟ والغيب المقيد ده قد يكون لسه في مستقبل الزمان، وقد يكون غيب الآن لكن أنا مش شايفه، هو يغيب عني لكن موجود، له وجود، مظبوط؟ طب الغيب المطلق، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. الغيب المقيد يكون غيبا في هذه اللحظة ثم يكون مشهدا بعد يوم أو يومين أو بعد سنة أو بعد سنتين، مظبوط؟ هو مثلا من 500 سنة فاتت كان حد يصدق إنه ممكن الإنسان يركب طيارة 15 ساعة
ويطلع بيها مثلا من استراليا حتى يصل الى القاهره؟ كان حد يصدق هذا الكلام؟ ها؟ كان غير مظبوط. يعني كان هي حقيقه طبعا، هي معلومه في مضمر الغيب، لكنها لم تظهر الا في فتره معينه. وهكذا يتبدى هذا الغيب شيئا فشيئا، لكن الغيب المطلق لا يعلمه الا من؟ عالم الغيب. فلا يظهر على غيبه، وهو عالم الغيب بس، ده كمان عالم الشهادة. عالم الغيب والشهادة. يعني عالم الاثنين. كويس؟ فمن ضمن أركان الإيمان الحقيقية الذين يؤمنون بالغيب. كفاية كده في حكاية الغيب؟ ولا كفاية كده؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يقيم الصلاة. نحن نقيمها ولا نقوم لها؟ مش كان المفروض يقول ويقومون للصلاة؟ لأنه يقول في آية تانية إذا نضي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن هنا بيقول يقيمون الصلاة، وإحنا قبل الدخول في الصلاة بنقول قد قامت. هي الصلاة اللي قامت ولا احنا اللي قمنا؟ ومين اللي قام للتاني؟ من قام لمن؟ نحن نقيمها لنقيم فيها. يعني كأننا نصنعها إطارا نعرج به إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي صلة. صلة بين طرفين. طرف فين؟ طرف هو العبد، والطرف الثاني هو من؟ هو الله. الصلاة دي لها خصائص معينة. من خصائص هذه الصلاة أنها تبدأ بتكبيرة الإحرام. كما يبدأ الحج بعملية الإحرام، تبدأ الصلاة كذلك بإيه؟ بتكبيرة الإحرام. ما معنى تكبيرة الإحرام؟ أي أن الإنسان يخرج من عند الدخول في الصلاة يخرج من الكون إلى المكون، يخرج من عالم الأشياء إلى مشيئ الأشياء، يخرج من عالم الخلق إلى الخالق جل وعلا، فيقول الله أكبر. الله أكبر من ماذا؟ من هذا العالم الذي أتركه، من هذا العالم الذي أخرج منه. الله أكبر من كل هذا الوجود، لأنه هو موجد الوجود. فأنا أدخل في هذه الصلاة بهذه الكيفية، أغيب فيها، أو بلاش حكاية أغيب فيها دي، أغيب فيها عن الوجود لأكون حاضرا مع الموجد، أغيب فيها عن الخلق لأكون حاضرا مع الخالق، أغيب فيها عن عالم الأشياء لأكون حاضرا مع مشيئ الأشياء. وبعدين أعود إلى عالم الخلق، أعود إلى عالم الأشياء، أعود مسلما. أنا جاي من رحلة حب كبيرة جدا، جاي من رحلة طهر، من رحلة كلها نقاء، كلها متعة، كلها جمال. جاي إلى هذا الوجود وأنا ممتلئ القلب بمحبة كل ما في الوجود، لأنني أحببت رب الوجود. فببدأ الدخول إلى هذا الوجود بالسلام، الذي هو اسم من أسماء الله، والذي هو تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله، والذي هو تحية الله لأهل الجنة، وتحية الملائكة أيضا لأهل الجنة، سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فأنا أدخل إلى الوجود بالسلام بعد أن كنت غائبا عنه وحاضرا مع الحق. أدخل إلى هذا الوجود بكلمة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس بيقول لك ده بيسلم على الملائكة. طب ما الملائكة معاك في كل وقت،
لا انت ما بتسلمش على الملائكة، انت داخل لكون جديد. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك الصلاة دي يقال انه ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها. وقد يصلي الرجل بجوار الرجل وبينهما ما بين السماء والارض، واحد قلبه معلق بالارض والتاني قلبه معلق بالملأ الاعلى. وفي الحديث انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها، ما خدهاش بطية بقى لانه يبص لخلق الله بانتقاص وبانهم من اهل النار، ويصنف الخلق كده وكانه مندوب، كانه ايجنت للنار بياخد كوميشن على كل واحد يدخله النار. انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل ورحم الأرملة ورحم المصاب، فذلك نوره كنور الشمس أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي وأجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة إيه حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. انت بقى خد المعيار ده وشوف انت صلاتك فين، انت فين من ده كله. شوف خد المعيار ده تحت قبول الصلاة وشوف الايه. طبعا هذا فيما يتصل بالله سبحانه وتعالى. الصلاة طبعا لها شروط قبول، لها شروط صحة وشروط ايه وشروط وجوب تانية غير من الناحية الفقهية، لكن ده من الناحية الايه، من ناحية القبول. انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته. وكان يكفي هذا الحديث، لكن الله جل جلاله اعلم بخلقه ويعلم ان عندهم نوازع، يعني قد يستعلي الانسان بشيء مادي ملكه الله اياه، قد يستعلي بشهاده، قد يستعلي بوجاهه، قد يستعلي بموقع اهله مثلا، من عيله كبيره جدا، من عيله غنيه، من عيله مش عارف ايه، امه ما اعرفش بنت الباشا فلان، قد يستعلي بهذا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا، ده مش بس انك انت ايه تتواضع بها لعظمتي، لا ده كمان انت اياك ان تستطل على خلقي. ليه؟ لانك ما تعرفش اللي انت بتستطل عليه ده مصيره ايه وقدره ايه عند ربنا، فلعل سر الله فيه تراه ضعيفا وقد يكون فيه سر الله، قد يكون سر الله فيه، واخد بالك. ويعني مره واحد كده كان عمل حاجه وبعدين قالوا له طب فعايز يكفر عنها، قالوا له شوف لك كده واحد غلبان كده اديله صدقه. فراح كده لقى واحده غلبانه كده قاعده، فطلع فتح محفظته وطلع حاجه، قالت له يعني انت ما لقيتش غلبان غيري في الدنيا جاي تديني؟ كانت هي افضل منه يعني، عارفه انه. قالت له يا ريح يا شيخ روح 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 ادفع صدقه الدين البتاع دي عشان تكفر عن المعرفش ايه. فمن المهم جدا ان الطاعه تكون وسيله من وسائل التواضع، لانها نعمه من الله يشكر عليها رب العالمين، ويعني تبقى وسيله من وسائل التواضع، وفي نفس الوقت وسيله من وسائل يعني تبقى نعمه انت حاسس بيها وتقدرها قدرها وتتواضع، لان الله اختارك لتكون دايما ضمن الراكعين والساجدين، لتكون من اقرب الناس اليه، لانه اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ايه؟ واقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل. يبقى في حالتين، حاله أقرب ما يكون العبد من ربه في حالة تطلعك له، وفي حالة بقى تخليه هو قريب إليك. وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل. أرجو الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.